اهلا بيكم بعد الفاصل. بجد الترحيب والتحيه لكابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق كره السله سيدات. كابتن ايهاب لازم نرحب بك. ربنا يخليك يا كابتن ايهاب. احنا خلينا نرحب بالبنات، هم البطلات وهم هم البطلات. خلينا نرحب بالبطلات والنجمات اللي معانا النهارده. اول اتنين معانا كابتن الفريق اللي ما شاء الله عليها هي اللي بترفع الكؤوس للنادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، كابتن دينا عمرو منورانا. ميرسي لحضرتك، شكرا. الف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. ومعايا نجمه من نجمات الفريق، نور طلعت. كابتن نور مبروك. الله يبارك في حضرتك. احلى كاس رفعتيه السنه دي ايه؟ الدوري. الدوري الدوري الاخير ولا المرتبط؟ لا المرتبط كنا متعودين ان احنا ناخده ما شاء الله، لكن الدوري كان حاجه جديده، يعني تاني واحد كان حاجه جديده. لهجه متعودين ان احنا ناخده دي حاجه مهمه جدا في روح بتاعه الفرقه اللي تلعب بيها. وانا مبسوط ان هم يعني دايما بيقولوا متعودين، او يعني الحمد لله تاني سنه على التوالي او المرتبط تالت سنه على التوالي. ده اللي انا يعني ده اللي كنا بنبنيه مع الجهاز كاملا في اول الموسم، ان احنا لا احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي عندنا يعني تاريخنا اكبر من كده، وما ينفعش 10 سنين ما ناخدش بطوله. ده مش موجود في النادي الاهلي، ما ينفعش نبقى احنا رابع يعني ما نلعبش فاينل. احنا اصلا بنوصل الفاينل وبنعتبرها خساره. فاحنا كنا رابع الدوري وثالث كاس، يعني ما لعبناش فاينل. ما لعبناش فاينل دوري ولا فاينل كاس، لا كده كتير. كتير مسأل كابتن الفرقه دي نعرو، لا اخر دوري شلتيه امتى؟ فبص في ارض اتكسفت، قالت لي انا ما رفعتش الدوري قبل، يعني ما شلتش الدوري انا كابتن، انا بقالي فتره، بقالنا فتره 10 سنين. الموضوع كان قلقني ومضايقني بصراحه. قلمك جدا يعني. ايه النادي الاهلي؟ لا فهمنا اول سنه بفضل الله ان احنا ناخد مرتبط وناخد الكاس، وخسرنا الدوري بمباراه فاصله، يعني شبيه بالموسم ده بس العكس. الحمد لله ثاني سنه خدنا الاربع بطولات، فصدقوا بقى لا احنا فرقه، لا احنا جامدين، احنا دلوقتي ابطال مصر، احنا. ثالث سنه مش عايز اقول حصل نوع من الثقه الزياده في بطوله الكاس اللي راحت مننا، بسميها ثقه زياده شويه، لكن خلصوا المرتبط بشكل كويس جدا، سكور مريح. هجيب لك انا موضوع كاس مصر في القعده النهارده. يعني احنا قاعدين دينا، خلينا نتكلم بصراحه. روح الفريق او روح انا شايف روح الجهاز حاجه فوق رائعه، وروح الفرقه اكيد لازم تكون موجوده عشان نحقق الهدف. فكابتن الفريق اكيد ايه دور كابتن الفريق في لم شمل الفرقه، بالذات في الاوقات الصعبه بتكون دور شكله ازاي؟ عايزه كده تتكلمي وتطلعي اللي عندك، اتفضلي. بس يا كوتش والله هو بجد والله الموضوع مش سهل خالص، خصوصا ان انا يعني كمان بيبقى عليا بريشر كتيره جدا، سواء مثلا الشغل لو اصابات او حاجه، فلازم دايما ابقى برده ملتزمه عشان انا مش ببقى يعني لوحدي خالص. فالحمد لله طبعا يعني قدرنا على فترات كبيره جدا ان احنا نلم بعضنا واحده واحده. بلس اكيد في ناس طبعا بتزعل، اكيد في ناس بتتضايق، وهي مش بتبقى حاجه سهله والله خالص. فشويه شويه بحاول على قد ما اقدر اتكلم مع الناس وكده، وعادي ما لعبتيش النهارده، ان شاء الله ربنا هيعوض الماتش الجاي، اكيد كابتن ايهاب شايلك لحاجه احسن. وكده كده هو كابتن ايهاب برده بيعمل لنا روتيشن على طول في الماتشات كتير جدا، احنا بقالنا 3 سنين كده. يمكن اكيد في ماتشات بتبقى هو بيثبت الملعب على 7-8، دي حاجه بتبقى غصب عنه، بس دايما هو يعني طول السيزون هو معودنا ان ال 12 وشويه ناس ان وشويه ناس اوت. فالحمد لله جينا في الاخر وقدرنا ان احنا ناخد الثلاث بطولات السنه دي. خديكي كواليس، اتفضل قولي بقى، عايزك تقولي. هو انا مش هقول، عارف السؤال، خلي بالك. مين اللعيبه اللي دماغها قفلت ان هي مثلا ما بتلعبش او ورا السكور وقعدتي معاها مده طويله؟ عايز اسم. لا مش هينفع اقول. لا ما اقدرش. عشان السنه اللي جايه. لا والله مش عشان السنه اللي جايه، بس انا عاده دي بتبقى حاجه، انا ما بحبش اضايق حد، ما بحبش اجرح حد، لان انا زمان كنت في مكانها، وياما اتحطيت في مكانها كتير جدا، خصوصا انا بس في الناشئين. انا الحمد لله كنت بلعب يعني على طول، عمري ما كنت بنش. يمكن فتره الدرجه الاولى هي اللي الدنيا بس كانت صعبه شويه، لان كان في ناس كويسه جدا وناس اسامي كتيره جدا في الاهلي، فكان الموضوع كان صعب. بس واحده واحده قدرت من سن 18 سنه ان انا ابدا العب مع الدرجه الاولى. بس يمكن هم عندهم فرصه فعلا فعلا عمرها ما كانت متوفره زمان. يعني كابتن ايهاب بيصعد دلوقتي الناس من 18 سنه عادي ممكن تلعب، ما فيش اي مشكله. تحكي عشان بس كنت تطلع تتمرن مع فرقه الدرجه الاولى، ده كان بيبقى انجاز يعني. حلم بالظبط. فان هو يكون بيحصل دلوقتي ده وعادي كمان، حاجه هم
جاست ان هم بيعملوا اللي عليهم وبيأدوا وهو بيديهم الفرصه. اتعلمتي في النادي الاهلي كويس جدا من ردك على السؤال ان انت قلتي لا انا مش هقدر اقول واحده، لان فعلا عجباني، لان هي يا جماعه هي دي النادي الاهلي، دي كابتن فرقه بتاعت النادي الاهلي اللي هي قافله على اسرار فرقتها، مع انها حاجه ممكن نتكلم فيها عادي بعد الهوا وتقول لي قالت لا انا ولا هوا ولا بره الهوا، انا بدام فرقتي في كلام بيني وبينهم يفضل السر موجود، ده نجاح النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي. انا بشكرك جدا نديمه بصراحه، حاجه فوق رائعه. الحمد لله. اتعاملتوا زي مع ضغط المباريات، اصابات، مشاكل، وبتتعاملوا وبتكسبوا؟ في الاول بدانا بالمرتبط والحمد لله كنا متجهزين كويس في فتره الاعداد ودخلنا بقوه، بعدين وقع مننا الكاس يعني بغلطه في الماتش، بس الحمد لله قدرنا ان نعوض الخساره دي بالدوري ان احنا اخذناه بقوه يعني الحمد لله. كابتن ايهاب قال كلمه ونتكلم بقى بصراحه عادي، دي ما فيهاش مشاكل. قال انا كنا كسبانين 17 بونت وفي الاخر خسرنا 4 بونت، يعني الكامباك بتاع سبورتنج بصراحه 21 بونت عليكم وانتوا نجمات الفريق، شايفه السبب كان ايه؟ ممكن نكون قصرنا في الديفنس شويه مع المكسب، ممكن كل واحد شويه خلاص احنا كسبانين ويريح، ده كان عامل مأثر علينا يعني، هو ده اللي خلانا نخسر. ده اللي انت شايفاه من وجهه نظرك بالظبط. دينا اتعلمتوا ايه من الموضوع؟ لازم اسالها كده، اتعلمتوا ايه 21 بونت كام باك بتخسري بطوله؟ هو اولا خساره بطوله كاس مصر هي دي ما كانتش حاجه سهله علينا خالص، وكلعيبه كمان وكجهاز فني فعلا ان احنا كنا نقوم من بعدها دي كانت اصعب حاجه ممكن كنا نمر بيها، لان احنا فعلا الحمد لله بقى لنا سنتين ماشيين كويس جدا، فان احنا كانت تقع مننا بطوله زي دي هي ما كانتش حاجه كويسه خالص. فاحنا بس احنا اول ما رجعنا تاني ان احنا ننزل نتمرن وكده عشان خلاص احنا خسرنا الكاس خلاص صفحه واتقفلت مع كابتن ايهاب، واحنا كلعيبه الدنيا نزلنا نتمرن كده اكيد كنا لسه متضايقين شويه، بس واحده واحده لا يا جماعه يلا لازم نفوق لازم نشد حيلنا، ضاع مننا خلاص بطوله مش هنبكي عليها، عندنا الدوري خلاص هو الاهم وهو ده اللي كمان بالنسبه للنادي وبالنسبه للجمهور، لا الدوري انت ماشي يعني او اكيد مش مسموح ان انت تضيع حاجه، بس الدوري عندهم برده هو رقم واحد. فالحمد لله قدرنا ان احنا حتى يعني خسرنا الماتش الاولاني كان في اكتوبر، ما كانش سهل برده يعني، كان في دروب لسه من ماتش الكاس كان لسه في دروب، بس قدرنا برده الحمد لله احنا نتغلب عليه، وخصوصا ان الفرق ما كانش كبير كان 5 بوينت في الاخر حاجه برده ما كانتش مهمه قوي، بس جينا ماتش اسكندريه لا احنا كلنا هنلعب وهنكسب، هو مش اوبشن، هو ما كانش قدامنا غير هو ماتش، هو كان عنق الزجاجه زي ما بيقول، يا نكسب يا نطلع، يا نكسب يا نطلع. فاحنا كلنا كنا طالعين، احنا بالظبط لعبنا ماتش ريحنا يوم اتجمعنا كلنا جايبين شنطنا وكلنا واخدين اجازاتنا وكلنا ان احنا راجعين الخميس بالليل بالكاس، احنا محدش كان حاطط احتماليه ان احنا راجعين الثلاث بعد الشر، احنا راجعين الخميس محضرين 3 ايام بالظبط، كله ما كانش حد حاطط اصلا في دماغه اصابات شغل كل حاجه حاجه. فالحمد لله قدرنا ان احنا حتى الناس كانت في النادي بتقول لنا مش هنجي لكم اسكندريه احنا هنجي لكم على طنطا، لان الماتش الاولاني كان الاخير كان الفاينل المفروض في طنطا، حصل كلام بعد الجيم وكده لا احنا الماتش بقى في القاهره، وطبعا ده كان ادفانتج كتير يعني كبيره جدا لينا، وكنا فعلا مبسوطين لان احنا فعلا بنحب صاله الشرقيه للدخان قوي، خدنا عليها كذا بطوله الثلاث سنين اللي فاتوا. فخلاص عدينا حته الماتش اللي في اسكندريه والحمد لله شكلها كان كويس جدا، كان في ارضهم وكان جايبين جمهور والموضوع ما كانش سهل، بس احنا لا نازلين احنا هنخلص وخلصت بالنسبه لنا مبروك الحمد لله. ايهاب المنافسه بتزيد سنه عن الثانيه، يعني السنه اللي فاتت غير السنه دي غير السنه اللي جايه وهكذا، الدنيا بتطلع لفوق. في ناس بتقول لك اصل المنافسه عنصر اهلي وسبورتنج، رايك ايه؟ عايز بس اكمل بس على فضل. كلام فضل. دينا لما هي بتقول احنا نازلين احنا هنكسب، حتى انا قلت له حتى في الميتنج قلت له ما احنا عندنا حلين، يا هنكسب يا ايه؟ يا هنكسب يا هنكسب يعني انا كان نفسي هم اللي يقولوا يعني انا قلت لهم يا هنكسب يا هنكسب، احنا خلصنا البطوله، فقالوا يعني ايه يا كوتش؟ قلت لهم يعني ان شاء الله يا هنكسب بفرق كبير ومريح وندي مسج ان احنا عايزين ناخد الدوري، يا اما لو ما توفقناش زي الماتش اللي فات هنكسب الجيم اللي يودينا ان شاء الله للفاينل. احنا رحنا اسكندريه الدرع موجود
والميداليات موجوده، اعضاء مجلس الاداره موجودين، لان السبورت لو كسب هيتوج كل الناس بقى بيدعوا، فمحطوط الدرع على الترابيزه والميداليات والناس بتحضر، لان ده الطبيعي يعني، ده الطبيعي بيحضروا. مجلس الاداره موجود، جمهور نادي الاتحاد او اسكندريه كلها بتحب الباسكت، عاشقه الباسكت، كل الصاله مليانه جمهور نادي الاتحاد وفريق سبورتيف، فبيشجعوا اسكندريه. ان انت تكسب بفضل الله زي ما قلنا، احنا نكسب فرق كبير او نكسب، فكسبنا فرق كبير ودينا رساله ان احنا لا، الدوري احنا مش هنسيب الدوري، احنا ان شاء الله هنرجع على طنطا زي ما دينا بتقول، لما اتغير هنرجع على القاهره. رجعنا على طول مجرد ماتش خلص، غلبت كابتن رؤوف، كان عنده مجلس اداره، كوتش الحقنا عايزين اوتيل، مش حاجزين اوتيل، ان احنا كنا رايحين على طنطا فحاجزين، الحقنا عايزين الاوتيل، هو في جوه اجتماع مجلس اداره خرج رتبنا بسرعه بالتليفون، في خلال ربع ساعه كنا بالتليفون حجزنا الاوتيل ورجعنا بالباص على الاوتيل على طول، على طول يعني الحمد لله سبقنا بدري ورحنا بدري. زي ما بقول لك بقى، روح الفرقه والجهاز على طول، كابتن مشيره وكابتن موسى كانوا حاجزين الملعب في الشارع للدخان، واحنا في الباص لسه في الطريق بيخلص. في نفس ميعاد المباراه في نفس ميعاد المباراه خلاص، احنا يعني اسباب بقى ان انت تروح بسرعه وترجع بسرعه على الاوتيل، ده كان توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. كان 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 الحاجه الواضحه والروح اللي دينا بتتكلم عليها، ان الفرقه انا عملت لهم اجتماع واحد بس قبل المباراه، ما قعدتش معاهم خالص، لان انا هي قالت لي وانا عارف ان هم على الجروب بتاعهم او بينهم بعض، هم حاسين بالمسؤوليه خلاص. انا انا اتكلمت قبل المباراه قبل المباراه خلاص، اللي هو ان هم خلاص طالما حاسين خلاص انا مش قلقان منهم. ولو هتشوف على الشاشه هم بيعرضوا الماتشات، الماتشين اللي ما اتعصبتش فيهم خالص خالص الماتش اللي في الاتحاد وماتش الدرع، بيغلطوا بس قافلوهم، لان هم بيبذلوا مجهود، هم بيموتوا نفسهم، هم بيعملوا ما فيش توفيق خلاص، ان شاء الله التوفيق هيجي، لكن طالما انت بتبذلي مجهود ومركزه ومفيش كسل خلاص، انا مش بقلق منهم يعني. لا معلش انا خرجت عن السؤال. هرجع لك على السؤال، المنافسه قويه بس انا لازم اروح للدور. لما دخلتي صاله الاتحاد وشفت الدرع انا اللي بتكلم، خلينا ما حدش تاني، بدل بقى تمام وكله ضارب جرافطه وجاي عشان يستلم، كان شعورك ايه وانت داخله؟ يا مكسب يا مكسب. احنا كناش باصين قوي للدرع، لان احنا عارفين ان احنا هناخده بكره الماتش اللي بعده. كنا مركزين بس في الماتش اللي كان في الاتحاد، ان احنا ازاي نكسبه، ازاي نوصل الماتش الثالث عشان ساعتها ناخد الدرع، لكن قبل كده لا، الدرع ما كانش في دماغنا عشان احنا كنا خسرين اول ماتش. بس فالحمد لله يعني كنا مركزين في الماتش اكتر، والبدله اتنقلت من طنطا من مصر راحت على الشرقيه، والحمد لله كسبته الحمد لله. روح الفرقه واللمه دي حاجه كويسه جدا 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 جدا، لكن اكيد لسه عندنا طموح وبطوله مهمه زي البطوله العربيه. انا بشكركم على الاداء دي 100%، لكن هنتكلم على من وجهه نظر كابتن الفرقه ايه اللي نعمله للفرقه دي من وجهه نظر كابتن دينا عشان السنه اللي جايه تعتلي بمنصه البطوله العربيه. هو طبعا طبعا اول حاجه اكيد فتره الاعداد لازم تبقى اقوى. يعني هي طبعا بقى لها 3 سنين كابتن جاد وكابتن كريم وفي الاخر حتى كابتن علاء كان معانا، عملوا معانا الشغل كويس جدا، بس اكيد لازم تبقى بطريقه احسن يعني متطوره اكتر. يعني اكيد احنا عرفنا الويك بوينتس بتاعتنا فين، اكيد لازم نشتغل عليها، اللي يقدر يوقفنا. بس طبعا طبعا المحترفين الفرق التانية بتبقى على مستوى عالي جدا، فلازم احنا كمان يبقى عندنا ناس او نجيب ناس على قد المستوى ده عشان نقدر ان احنا فعلا ننافس على المركز الاول. طبعا يعني لو جبنا محترفات لفريق كره السله سيدات في النادي الاهلي، انت شايفه من وجهه نظرك ككابتن الفرقه هنكسب البطوله دي، خصوصا ان احنا كنا الفرقه الوحيده اللي داخله بمحترفه واحده، كل الفرق كانت داخله باثنين. مجلس اداره كان عنده ثقه فينا رهيبه، لان احنا هنقدر ناخد البطوله دي سهل جدا. بس طبعا هم اكيد لما اتفرجوا كده شافوا ان الموضوع كان صعب شويه، وان هو كان فعلا ممكن محتاجين حد تدعيم اكتر. اكيد طبعا هم السنه ان شاء الله لو شاركنا فيها باذن الله هم اكيد مش هتاخروا عننا في حاجه بعد النتائج اكيد اللي احنا عملناها السنه دي. بصراحه شديده كابتن دينا بتقول هم كان عندهم ثقه، انا واحد من الناس كان عندي ثقه ان الفريق هيكسب البطوله العربيه بالكل، بص بالنجوم اللي فيها بالنجمات اللي فيها، لكن اكيد مش مفيش مشكله. والله انا كان نفس الشعور ونفس الثقه كانت موجوده بفضل الله، بس كان في حاجات يعني حاجات بقى يعني خارجه عن ارادتك. يعني النور كانت بتلعب
وهي لابسه الماسك ونور من اللعيبه الرجاله بس الحساسه جدا. يعني ممكن موضوع الماسك ده حاجه نفسيه يعني. نور والله وانا بلبسها الماسك بتعيط، مش عايز البس الماسك، مش عايز البس وتعيط ولبسته تعيط. انا بتكلم على الهوا بصراحه، وعشان نور عشان خاطئ لو اتخبطت فيها هيحصل مشكله، ده مش هعرف العب بيه كابتن. انا اللي بقول لحضرتك انا هلعب من غيره، وفضلنا كده فتره طويله وتلعبه وباش كل شويه تشيله، يعني تلعب شويه وتشرب ميه او في البريك تشيله عشان خاطر يخليه عشان تعودي، عشان هو النفس بيضايقها شويه فقلت له عشان نتعود عليه شويه بشويه شويه بشويه. ما يعني اصابتها اثرت، وهي المفروض تعمل عمليه، اجلت العمليه لحد ما نلعب البطوله العربيه. نفس الكلام هاله اتصابت مني في البطوله العربيه، قال لها العضله الضمه حساسه جدا، فقعدنا مش ما بتلعبش فول باور. نفس الكلام، فالاثنين كانوا مؤثرين، بلس ان انا معانا ماريا انا بشكرها وبحييها وعملت مجهود معانا كبير جدا وحصلنا على الدوري وكل والمرتبط والدوري. لكن انا صريح، ماريا بنشكرها وبنحييها وان شاء الله هنكرمها بعد الحفل قبل ما تسافر، لكن النادي الاهلي مش دي محترف، يعني مش ده مستوى المحترفات للنادي الاهلي عشان اكون صريح. شفت النادي الاهلي المستويات العربيه هحتاج حاجه من غير ما اشوف المستويات العربيه. النادي الاهلي انا اتربيت في النادي الاهلي احنا نجيب احسن محترف. لا يعني انا مش اجيبش زي الناس، انا اجيب احسن من الناس. النادي الاهلي لا، محترفاتنا ان شاء الله ان شاء الله. وانا يعني مكالمه كابتن خطيب لينا للعيبه وللجهاز بعد ما كسبنا فرقه تونس في السيمي فاينل، كابتن خطيب اتفرج على الماتش ده ده الحاجه اللي تبسطنا او تدينا فعلا باور. وبتكلم وانا بثق ان شاء الله السنه الجايه محترفات هيليقوا باسم النادي الاهلي او على مستوى النادي الاهلي ان شاء الله. يعني اللي ان شاء الله يكونوا كمان يساعدونا ان شاء الله، يكونش في اصابات يا رب، ربنا يحفظهم. ان احنا في البطوله العربيه ان شاء الله احنا عندنا هدف ان احنا يعني ان شاء الله نرجع البطوله العربيه بعد غياب سنوات للنادي الاهلي. وان شاء الله ان شاء الله وانا على الهواء ان شاء الله مجلس الاداره يوافق ان شاء الله ان احنا نشارك ننظم البطوله الافريقيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا رب باذن الله. اسئله سريعه جدا عشان احنا لسه في نجمات يا كابتن لينا. انت كابتن نور، شايفه البطوله العربيه الاقوى ولا البطوله الافريقيه هي الاقوى بصراحه؟ لا البطوله الافريقيه اقوى يعني. جسمهم اقوى، النفس قوه، ده بالنسبه لنا اقوى من البطوله العربيه. البطوله العربيه اتضربتي وقعدتي تعيطي، البطوله الافريقيه هتعملي فيها ايه ولا ايه؟ لا ما احنا هنبقى مجهزين اقوى كتير. ونبقى مجهزين بقى اكتر وننشف برضو عليهم. الكاس اللي عايزه ترفعيه ولسه ما رفعتوش؟ اكيد الافريقيه. الافريقيه طموحنا ايه عشان نوصل؟ ان احنا كنا ناخد الدوري والحمد لله نفذنا اول خطوه. ان شاء الله بقى نشارك في البطوله. نشارك في البطوله باذن الله. يا رب باذن الله. يا كابتن دينا كلمه اخيره من حضرتك، طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ بتوعد ايه بجماهيرنا؟ الطموح انه باذن الله احنا يعني انا ما بحبش اسبق وما بحبش اقول احنا ان شاء الله هناخد وهناخد، لا باذن الله كله بامر ربنا. باذن الله طبعا احنا هنعمل اللي علينا زي الثلاث سنين اللي فاتوا، هنموت نفسنا وباذن الله يعني خمس بطولات، سبع بطولات ان شاء الله بقى يبقوا في النادي. سبع بطولات السنه حلم اللي جايه. والله حلم طبعا. حلمك ان انت تبقي كابتن تاريخي للنادي بسبع بطولات في سيزون واحد. دي حاجه طبعا ما تتوصفش، خصوصا ان مفيش حد عملها قبل كده. فلو هي حصلت انا بطل بقى بعدها. لا انا مش عايزك تبطلي خالص. ربنا يكرمكم باذن الله، والف مبروك يا دينا والف مبروك يا نور، وفعلا شرفتونا وشرفت النادي الاهلي، ويا رب السنه الجديده باذن الله يكون عندنا فرق ثانيه تحت بايه بنفس اسلوبكم وتكسب. بشكرهم فعلا فعلا، والطموح قوي جدا مع كابتن الفريق، سبع بطولات في سيزون. اكيد النادي الاهلي هو ده اللي احنا عارفينه عنه. خلينا نخرج الفاصل ونستقبل نجمات كبار في كره السله سيدات بالنادي الاهلي.